الفنانة نيلي كريم اتكلمت عن حياتها الخاصة بشكل عام، واتكلمت كمان عن جوازها في سن مبكر وكان عندها 17 سنة ساعتها، وان الزواج في السن ده خلى اولادها بيتعاملوا معاها كأصدقاء وان مفيش اسرار بينهم. كمان نيلي كريم اتكلمت عن الحب في حياتها وانها بتلاقيه في اولادها وعائلتها واصدقائها المقربين، وكمان قالت ان حب الجمهور نعمة كبيرة من عند ربنا وانها ما بتشعرش باي فراغ في الحب. الفنانة نيلي كريم اتكلمت عن السوشيال ميديا انها اصبحت نافذة قوية لتواصل الفنان مع معجبيه، وقالت انها بتعرف ردود الافعال وارائهم في اعمالها وكمان الامور اللي بتشغلهم، وانها بتلاقي متعة كبيرة فيها لانها بتقربها باللي بيحبوها وبتحبهم. نيلي كمان قالت انها ما بتدخلش المطبخ كتير بسبب انشغالها بالعمل المستمر، وقالت ان في اوقات الفراغ بتحرص على تحضير الاكلات اللي بيحبها اولادها، وان اهم الاكلات بالنسبة ليها هي الرز بالملوخية بالفراخ. وكمان كشفت عن سر من اسرارها انها نباتية وانها عاشقة لسندوتشات الجبنة البيضة بالطماطم وكمان ساندوتش البطاطس، وانها بتميل اكتر لحب الخضار اكتر من اللحوم. الفنانة نيلي كريم قالت انها مرت بظروف صعبة كتير، لكنها بشكل عام بتحاول نسيان اي شيء محزن مر في حياتها، وقالت انها بتكره الاكتئاب وانها بتخاف منه وانها مش بتحب اللحظات المأساوية. نيلي كريم قدمت عدد من الأعمال الدرامية السنين اللي فاتت كان فيها عمق نفسي كبير، زي مسلسلها الأخير سقوط حر اللي حقق نجاح كبير في السباق الرمضاني اللي فات، وفي السنة اللي فاتت قدمت تحت السيطرة، وقبله كان مسلسل سجن النساء، وكانت كلها أعمال فيها نوع كبير من التراجيدي. وكمان قدمت فيلم اشتباك اللي شاركت في بطولته وشاركت بيه في مهرجان كان، وحقق نجاح كبير في عرضه بمهرجان كان، وكمان حقق نجاح جماهيري كبير في عرضه السينمائي في مصر. الفنانة نيلي وعدت جمهورها بأنها هتقدم عمل درامي جديد بيبعد عن الدراما الحادة اللي قدمتها، وأنها هتقدم عمل جديد، وإحنا بنتمنى لها دايما النجاح بأعمالها المتميزة اللي بتمتع بيها الجمهور. سوراجي اني اموت عشان قضيه مش عشان صوره. انت ليه عايز تعمل فيها بلطجه؟ انا بلطجه؟ يا باشا قول لها ما احنا معاك. لا المسؤوليه انك انت تاخده معاك في الزفت ده. بنت احنا نزلنا 100 مره وانت اللي كنت بتنزل فيه. دلوقتي مش زي زمان. عايزين تبقوا قدام بعض وتلبسوها لنا زي ما بتعملوا. يا باشا احنا مش اخوات. عزبت او هتحاجة. انا دكتور صهيب شكري. صهيب هو ده عمرو دياب بتاعكوا ولا ايه؟ عندنا في المدرسه كنا بنلعب عسكر واخوان. لا مش هكر. الناس جوا بتموت، الدنيا حرجوا. مفيش مظاهرة اليوم حد يقدر يسيطر على العالم اللي فيها. العربية اتزنقت. احنا معاكم والله العظيم معاكم. هدوم على راسي. جيبك منه انت حته.